السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على مشكل وين بالماضي متخوف منه، وهي أرضية الملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة، يعني وين أكدناها راهي في 4 أيام ولا نشرنا التصاوير، قلنا بلي ودي الملعب راه كي والو الملعب بسكوت الإعلاميين. شأنها حتى اليوم باش شفت في الصفحة تاعو محمد شيخي دارها، حتى اليوم باش دارها محمد شيخي ومليها ما كاش الاعلام اللي دارها، داروها الناس الجزائري وطنيين يعني في الفيسبوك نشروا التصاور تاعها. حنا رانا هدرنا عليها، يعني يبان لكم برحمه الوالدين. دروك السنجوي وراو لنا السنجوي على ما نلعبوش فيه، هاكو لعبنا في السنجوي. دروك حنا اللعابه اللي عندنا يمشوا البوله، اللعابه اللي عندنا عندهم كيما نقولوا حنا الفرديات تاعهم، يبغوا ستاد يكون مليح يجري يبينيتري بالبوله، يبغي راكم ساهمين، يبغوا البوله في الارت الدور في الارت، يبغوا يمشوا البوله بيناتهم، يعني كرات قصيره يعني السريعه بالخط طاب 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 طيب. وكان تشوف كيفاش الى الملعب صح كيما راهم كيما درناه هذيك درناه رانا في 3 أيام ولا 4 أيام. لا اله الا الله، زاد بانك محمد شيخي، انا قلت بالك كي نديرو كيما هكا غادي يخدموه بالخبير ينشروه. بصح محمد شيخي نشر صوره جديده تاع ستاد تاع بليده، يعني ما فهمناش والله ما فهمت، هذا راه منتخب وطني، راهو كي السنجوي مخلينو كاش ايكيب، لا عيب، ها عيب، مش كيما هكا. بنادم كخمم على اي خويا، قال لك الديريكتور تاع ستاد قال لك بسبب الحراره والرطوبه، يا خويا زقيه زقيه، اعطيه 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 زقوه على اعطيه زقوه يعني على الفجر وين النبات يولي يتفتح، اعطيه زقوه فماك، اعطيه زقوه مع العشيه، ما تزقيش على الوحده ولا على الزوج ولا، اعطيه زقوه مع العشيه على الرقاد، اعطيه نشطه على الرقاد، خليه في اللي راه راقد ويشرب، والصباح مين يولوا الجنس والانس يولي يتفتح، اعطيه زقوه، خدم له ناس. نعرف كيما هكا، هذه هي كان لا قرا على قرايه لا والو، نعرف في لا نعرف كيفاش، هذه هي في الصيف في الصمايم كيفاش تسقي، كيفاش تسقي في الصمايم، كليبات يزقي كليبات الموتى ددددد حتى الصباح، وكالي كنا يعرف كيفاش يمشي بحالته، يعطيها المغرب زقوه تكون بحيره صغيره كيما استطاع على ما راش 5 هكتارات ولا 6 هكتارات في التيرا، يعني يعطيه زقوه مع المغرب باش يرقد وراه يشرب، هو راقد هو يشرب يتغذى، والصباح صباح بكري يعني على الظلمة على 6 تاع الصباح، قلت 6 على 5 تاع الصباح عطيه رشا ولا زوج قد ما يشرب مليح، يعني يقعد قالب روحو يتحمل الرطوبة ويتحمل الحرارة. دروك كيفاش تهدر ولد عمي، دروك حنا نوريو لكم كي تخدمو، الشعب راه يوريكم كي تخدمو، والرب العاليها هو استاد ما تركتوش عليه، ول هو استاد ما دروك استاد ما تركتوش تسقموه، عيب والله لا عيب. هذاك تاع وهران لهنا ما خليتوش بهديله، تاع قسنطينه ما خدمتوش، داروا التراب قلعوا التراب وعاودوا ردوا التراب، يا ودي هادو ديريكت دراهم، علاه ادو ديريكت ما يعطوكم بيجي ادو الشاك ديريكت، على تجيبوا الرمله وتعاودوا تقلعوا الرمله وتعاودوا تخسروا كاع الدراهم، ما تخسروش ادو ديريكت الشاك، هيا وخلوا منا العام الجاي تزيدوا الشاك وحده اخر وخدموا به الشاك الاول ليكم، الشاك الزوج للسطاد، ها انتوما تبغوا تخدموا كيما هاك، هي عيب. وكشفت مصادر مقربه من المنتخب الوطني لكره القدم، نقولوا باللي ان بالماضي يعني تخوف المدرب جماه بالماضي من حاله ارضيه الملعب الشهيد مصطفى تشاكر،
وين تدهور حالة العشب الطبيعي للملعب مصطفى الشهيد مصطفى تشاكر منذ عدة أشهر، ما أضطر إدارة المركب الرياضي للاستنجاد بمؤسسة عمومية لإعادة تهيئة الأرضية. وتفقد بالماضي الملعب الشهيد مصطفى تشاكر يوم السبت الماضي، وبدأ غير راضي عن حالة العشب حسب بعض المصادر، ويمني مدرب الخض النفس في أن تكون أرضية في حالة حسنة يوم غدا إن شاء الله المقبل لتناسي لتناسب لاعبيه تطبيق طريقة لعبهم على أكمل وجه. وقال يعني كمال نصيري مدير الملعب للعشب يعني من مدير الملعب تاع المركب تاع الشهيد مصطفى تشاكر أن الأرضية ليس في حالة ممتازة ولكنها ليست كارثية. وصرح نصيري موضوع وضعنا فقط في الأرضية الملعب تأثر كثيرا من درجة الحرارة الكبيرة ونسبة الرطوبة المرتفعة، وأضاف نحن نسارع الزمن من أجل تجهيز أرضية الميدان يوم الخميس. يعني شاب نقول لكم يا ولد عمي هذه بلادكم وهذا إعلامكم، يعني هذا كلش ليكم أنتم، هذا راه شنا ليكم، هذا راه شنا ليكم. وهذه نقطة نعقلوا مليح الحاج محمد راه رواه بشهر ولا يعني وين كلش واقف به بالتلاميذ تاعو، واحد مسطاق واحد يشوف واحد تقارير مفصلة حاجة ما تفوتش. أنا تشوف كيفاش واحد في فرنسا واحد أنا ما على بالناش واحد منا واحد منا، تشوف كيفاش ما كاش ناس واقفة، يعني ما زلت لهم نقص الخبرة، هذه نقص الخبرة. دروك تيجي اونترينر تاع شاف تاع الناس وصلوا له باللي استدرك يولو راح شافه، يعني وصل للخميس في مع المغرب بالجمعة مع المغرب وراو له قالوا لك استاد كي راه داير، السبت قال لا راح شافه. ادي قوته كره، والله راني نقول لكم في الصح كره كره كره. قال لهم لاجيري جايه بيت لعب هنا عيب، صح نروحوا لافريك نقولوا بالعاني، بصح فانيك في بلادنا فانيك بالعاني، ما نجموش نخونوا ناس، ننجموا نقولوا بلي نقص الخبره، ننجموا نقولوا يد العامله، ماشي يد العامله، الناس اللي تخدم فماك يعني جايبينها غير قرايه، لازم تكون شويه كيما نقول لك خبره من عند ناس اللي يعرفوا، ناس اللي يعرفوا. على هذيك نقولوا بلي ودي هذه بلادكم هذه شنا يرجع لكم انتوما، حنا مواطنين نحوسوا حاجه شابه، نشوفوا حاجه شابه، ماذا بينا بلادنا، ماذا بينا منا، ماذا بينا نروحوا كوب دي موند، ماذا بينا نعيشوا ايام يعني شابين. سبحان الله اش عندنا كره قدم، عندنا نقول بلي انا واحد من الناس المنتخب الوطني الجزائري هو اللي يفرحني، هو البارام تاعي، هو يطلع لي المورال مليح. حاجه وحده اخرى، انا نشوف كوب دي موند 2018 راه غايظتني لليوم. هم بارتيه وحده انا غايظتني تاع 2004 لي ليغاليزات لنا المغرب في 93 دقيقه تاع ميشي مخمر كهنا، مازالت غايظتني لليوم غايظتني. كاين واحد لي بارتي غايظيني خسرناهم، كاين واحد المشاركات نورمالمون نروحو نشاركو تاع 94 فانيك كوب دافريك تاع 94 تاع قضيه تاع كاروف، يعني فاني كان عندنا منتخب شباب كان مبني لعاب محلي مبني لفريق كان سوليد، جيل بدايه جيل تاسبا والدحلب تاع تلمسان كان جيري كان كان كانت ايكيب شابه، ما طلقنا السينيغال دات ثلاثه ما طلقنا تاع ايكيب وبات اليمينينا. علاش اليمينينا؟ بسوء يعني بسوء امور نقولوا بلي معتمده من اجل الجزائري ما يفرحش كاع في ذاك الوقت كيما داروا لنا 2018 كانوا يحوسوا، قال لك هذا الشعب اشتيلا اللي بلاها اشتيلا اللي يبغيها، يبغي كره القدم، يعشق في المنتخب تاعو، يعشق في الالوان، خاطر على 2009 عطينا صوره كبيره للعالم. ايا قال لك اقلع لها تشوف ما تخليش يروح كوب ديما، دوزي تشوف ورمي له مشاكل، غلي له الفلو، غلي له منا ودي له سكره تاع حليب، خليه يجي المسكره تاع الحليب، طاف 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 راحت كوب ديما. تصابوا ذوك الاغبياء، هذاك حداد والغابي تاع ماجر، الناس اللي خدموا خدمه من اجل الجزائر ما تروحش ما تكاليفيش كوب ديموند،
يعني كلش كان معمول، كلش كان ضد الشعب الجزائري في ذاك الوقت، يعني كانت امور خطيره وخافيه. يعني يجي النهار رانا ساكتين، يجي النهار اللي غادي نحضروها ما غاديش نسكت انا عليها. هذه هي، وربي يجيب الخير. صنعوا لنا استبقى لكم النهار، رزقوه رطبوه، لا دبروا يسانكم، لا جيبوا طابي دور، ولا جيبوا لانه نورمالمون تجيبوا الغازو مصنوع تحطوه. هذه الجزائر جايه نورمالمون الدوموند من اسبانيا تجيب لهنا، وكاين كاين هنايا في سيدي الاخضر يصنعوا الغازو، يعني يبيع لك كيما تبغي. كاين كاين كاين، جيب الغازو لصقه ديريكت. الله يهديكم.